السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا عدت من جديد. أولا الشكر والامتنان لكل من دعم وشجع النشاط السابق، فجزاكم الله خيرا. فكما تلاحظون لازلنا نتحدث عن الحروف المفردة من الدرس الأول من كتاب النورانية. وعلى فكرة هذا النشاط يمكن استعماله في حصة اللغة العربية. هدف هذا النشاط عنده ثلاث أهداف. في الأول هو تثبيت الحروف ومراجعة الحروف المفردة السابقة. الهدف الثاني هو يعني التعرف على مواضع الحرف في وسط، في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. ثم الهدف الثالث هو بداية يعني تدريب وتهيئة الطالب لقراءة مقاطع أو كلمات من هذه الحروف وهي مركبة. فأول نقطة مهمة في هذا النشاط يجب أن أضع هذه البطاقات. وأنا دائما سبحان الله يعني أحب عمل المجموعات لأنه يشجع الأطفال، يشجعون بعضهم البعض ويتعلمون أكثر من بعضهم البعض. فممكن نقوم بمجموعات ونشتغل على هذه البطاقات، لكن الأمر المهم هو يجب أن أضع هذه الحروف المفردة بجانب هذه المقاطع المركبة حتى يتم ربط الطالب، أن يربط الطالب بين الحرف المفرد ونفس الحرف الذي يتم يعني وضعه في كلمة أو في مقاطع مركبة من حروف أخرى. فدائما أبدأ هنا مقاطع مركبة من حرفين، من حرفين ثم ثلاثة حروف، يعني استعمل أسلوب التدرج في هذه العملية. كما تلاحظون يعني هنا باء ألف تاء ألف، يعني لماذا هذه النقطة؟ بتجربتي، من خلال تجربتي، كثير من الطلاب يخلطون بين حرف الألف واللام. فهذا مثال، فعندما يقرأ الطالب تاء لام يعني لازم أصحح حرف، هذا حرف الألف، هذا حرف الألف وليس حرف اللام، فيكون هناك يعني connection، يعني ربط بين الحرف المفرد والحرف، نفس الحرف في هذا المقطع. بهذه الطريقة يتم مراجعة الحروف السابقة وتثبيتها عند الطالب، وكذلك تهيئ الطالب للدرس الثاني الذي هو بعنوان الحروف المركبة، حتى يكون الأمر سهل بالنسبة له وليس بالنسبة له وليس أمرا جديدا. فهذا هو النشاط، جزاكم الله خيرا، ومع السلامة في نشاط مقبل إن شاء الله. هذا نشاط آخر متعلق بالدرس الأول، فهو نشاط يعتمد على مجموعة الحروف المتشابهة في الشكل. كما تلاحظون هنا جيم حا خا دال ذال طا ضا، على حسب الدروس، على حسب الحروف التي تم تدريسها. ممكن في آخر الدرس أقوم بوضع كل البطاقات، كل بطاقة الحروف، لكن هذه هي الحروف المدرسة لحد الآن. فأخذ مثلا حرف الباء والتاء والثاء، عندي هذه البطاقات الصغيرة، ففقط كتبتها بيدي، لم أستعمل الحاسوب، على حسب الوقت المتاح والوسائل المتاحة. تقوم المعلمة يعني الشافل البطاقات، ثم تعطي لكل طالب أن يختار البطاقة، أن يأخذ البطاقة، فيأخذ البطاقة الأولى، فلازم أن يقول اسم الحرف، فيقول تاء، فأين هو التاء؟ فأضع حرف التاء هنا، ثم أعطي الدور لطالب آخر، يعني شافل، ويأخذ البطاقة، أعطي للطالب يأخذ البطاقة، يأخذ هذه البطاقة، ثم ينظر إلى الحرف، حرفه، ما اسم هذا الحرف؟ باء، أين هو حرف الباء؟ يضعها هنا بجانب حرف الباء. هذا فيما يتعلق بحرف الباء والثاء. خلينا نبحث عن حرف الثاء. أوكي، شافل يأخذ الطالب الحرف، حرف الثاء، أين هو حرف الثاء؟ حرف الثاء، أين هو حرف الثاء؟ حرف الثاء، حرف الثاء، ها هو حرف الثاء، وهكذا إلى نهاية كل هذه
البطاقات. والآن نعطي مثال حرف الجيم والحاء والخاء، كما ترون هي حروف غير مرتبة من الألف لكن مبعثرة، هذا ليس مشكل. فأعطي دور الطالب يعني الشافل، لا أعرف ما معنى كلمة الشافل باللغة العربية، ممكن نبحث عنها ونتعلمها إن شاء الله. فيختار بطاقة ثم ينظر إلى البطاقة حاء، هذا حاء، أين هو حرف الحاء؟ نذهب إلى حرف الحاء، هذا حرف الحاء، وأضع الحرف بجانب الحاء، وممكن أطلب من الطلاب أن يعيدوا ورائي حرف الحاء، هذا حاء. ثم أعطي الدور الثاني طالب آخر، ثم شافل، ما اسم هذا الحرف؟ حرف الجيم، أين هو حرف الجيم؟ ها هو حرف الجيم، جيم، جيم. ثم أعطي الدور لطالب آخر، فقط أبحث عن الحرف، أين هو حرف الخاء؟ أوكي، سأعطي الدور للطالب، يختار الحرف، ثم يختار هذا الحرف، هذا اسمه حرف الخاء، أين هو حرف الخاء؟ أين أنت يا حرف الخاء؟ ها أنا حرف الخاء، نضع حرف الخاء بجانبي حرف الخاء، وهكذا الأمر ينطبق على بقية الحروف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.